أخونا يقول أعاني من مرض من مدة طويلة ولا أستطيع الصوم في شهر رمضان، هل يجوز أن أتصدق عن كل يوم من رمضان لأني مريض بالسكر والضغط والأعصاب ومرض أيضا في المعدة؟ أرجو إفادتي، هل يصح لي ويجوز لي التصدق عن كل يوم من أيام رمضان؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، إن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الله سبحانه وتعالى رخص للمريض الذي لا يستطيع الصيام أو يشق عليه أن يفطر، ثم إن كان يستطيع القضاء فإنه يقضي من أيام أخرى، وإن كان لا يستطيع القضاء نظرا لكبر سنه وهرمه أو لكونه مريضا مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه ولا يستطيع معه الصوم، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وهو معنى قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ويكفيه الإطعام في هذه الحالة عن الصيام. فما ذكره السائل من حالته وأنه مريض بعدة أمراض مزمنة لا يستطيع معها الصيام أداء ولا قضاء، فإنه يكفيه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، بأن يخرج عن كل يوم نصف الصاع من الطعام، ومقداره بالكيلو كيلو نصف كل يوم، يدفعه إلى محتاج من المحتاجين. وإن جمع عدد الأيام عن كل يوم نصف صاع جمعها ودفعها لفقير واحد أجزأه ذلك، وإن دفع لعدة فقراء أجزأه ذلك، ويجوز له أن يدفعها متفرقة ومجتمعة، ويجوز له أن يدفعها لفقير واحد أو أكثر من فقير. الله تعالى أعلم.